أنا اسمي رعد أزياد بالصف الخامس، أنا جاي أحب المدرسة والقراءة والكتابة مشان باشر بكرة أصير أستاذ ودرس الطلاب. حلمي أصير دكتورة وعاين الأطفال المرض أصابهم في الطيران. بس لا ادرس فليش وعملنا مدرسة مصغرة فيها 68 طالب، عم ندرس تطوعي من الشهر الرابع ولا تاريخ اليوم، حتى الخيمة المدرسية يعني شبه خيمة وعدا 10 مقاعد 68 طالب، عم نضطر الطلاب عم يبركوا على الأرض، نحن أربع أساتذة عم ندرس تطوعيا ومجانا. الرقم 25 وعندنا الرقم 6، الرقم 25 أكبر من الستة ولا أصغر؟ كويس، إيش بدك تحط له إشارة؟ ممتاز، دائما نطلع على العدد الأول.